السلام عليكم. عندنا حل المعادلة، نلاحظ أن الإكس موجودة في اليمين وفي اليسار، إذا نتخلص من هذه الثلاثة إكس، نكتبها مرتين، ثلاثة إكس هنا ثلاثة إكس، والعلامة طبعا تكون السالب السالب، خمسة ناقص ثلاثة تعطينا اثنين إكس، وتنزل هذه الاثنين، هذه تنزل هنا، وهذه طبعا صفر ما حنكتبها، تنزل الأربعة هذه هنا. الآن نتخلص من الاثنين بموجب اثنين، موجب اثنين تعطينا الصفر، و 2 اكس تنزل يساوي 4 زائد 2 اللي هي 6، القسمة على 2 نقسم هنا على 2 نتخلص من هذه الاثنين، قسمة 2 الناتج حيكون كم؟ اللي هو 3، إذا اكس تساوي 3، اكس تساوي 3. طيب نفس الطريقة عندنا هنا 2 واي وعندنا 4 واي، إذا نكتب ال 2 واي مرتين، 2 واي تحت الواي طبعا، 2 واي طرح طرح عرفت انه صفر، 4 ناقص 2 تعطينا 2 واي، التسعة هذه تنزل بالسالب حقها يساوي، والخمسة تنزل هنا، إذا نتخلص من التسعة الآن ب نقول تسعة موجب، تسعة موجب، تسعة مع التسعة تعطينا صفر، 2 واي تنزل يساوي، خمسة زائد التسعة اللي هي كم؟ 14، الآن بالقسمة على 2 نقسم هنا على 2 وهنا على 2، الناتج حيكون كم؟ طبعا 2 مع 2 تعطينا صفر، الواي تساوي اللي هي كم؟ 14 على 2 تساوي 7، إذا الواي تساوي 7.